هنعمل صدور فراخ بطريقه حلوه قوي بخضار، وكمان هنعمل رز بطريقه حلوه قوي. دايما اليمن والصين والبلاد الشقيقه المقاربه لينا كده بتعمل الوصفات الحلوه دي، بس احنا نقدر زي ما قلنا نمصرها ونعملها بالطريقه بتاعتنا المصريه. فانا النهارده هوريكوا طرق حلوه قوي وبسيطه، وتقدري في وقت قليل جدا تخشي المطبخ وتعمليها. اول حاجه قبل ما اطلع الحلقه عملت كده شويه رز ابيض بسمتي زي ما انتم شايفين كده اهو، وسايباه يستوي، وطيت عليه خالص عشان خاطر يبقى استوى واقدر اعمل بيه بقيه الوصفه بتاعتي، ما اخدش وقت واحنا في الحلقه. تمام، دي اول حاجه، الرز معايا شغال على النار، هوطي عليه بقى واسيبه يستوي براحته واعمل بقيه الوصفات. اول حاجه معايا صدور الفراخ، احنا بنقطعها بنجيبها كامله وبنقطعها زي ما انتم شايفين كده مكعبات وسط، ولا منها صغيره قوي ولا منها كبيره. وهنجيب التتبيله بتاعتنا، معانا اربع بيضات، ومعانا صويا صوص، ومعانا معلقه من الخل، وكمان معانا ملح وفلفل اسود، ومعانا نشا، ومعانا دقيق، عشان نعمل الخلطه الحلوه اللي احنا هنقليها في الزيت. وبعد كده نشيل الحاجات دي ونقوم شايلين الفراخ بتاعتنا وحاطين بقى ووك تاني او طاسه تانيه نبدا نقفل بيها بقيه المكونات او الخضار بتاعنا اللي احنا هنستخدمه النهارده. يلا بينا، المنيو معانا على الهواء. انا كده قلت لكم انا هستخدم ايه دلوقتي في التتبيله، هنسمي بالله كده ونبدا اهو، ويلا بينا اهو. هنجيب بقى الخلطة بتاعتنا الحلوة جدا اللي احنا هنعمل فيها الفراخ، ونديها كفر حلو كده من برة، وبعدين نعمل الخضار بقى الفلفل الالوان، ومعانا كمان بصل مقطعينه كده مش صغير، لا مربعات زي الفلفل الالوان بتاعنا اللي هو الاخضر والاصفر والاحمر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. اول حاجة معانا اربع بيضات هننزلهم في البولة بتاعتي، وهنضيف عليهم على طول شوية من فلفل اسود اهو، وشوية من الملح ببساطة عشان احنا معانا هنا صويا صوص فنخلي بالنا. بسم الله، ومعلقة الخل بتاعتنا، وهنجيب معانا كده مضرب يدوي ونبدأ ايه نخلط الحاجات دي مع بعض. بصوا انا بمشي معاكم خطوة بخطوة اهو عشان خاطر تبقوا عارفين احنا هنعمل ايه، ونعرفين احنا حطينا ايه كمان اهو. حطينا هنا اربع بيضات، حطينا صويا صوص معلقتين كبار، وحطينا الخل معلقه الخل الكبيره، وحطينا فلفل اسود، وحطينا ملح اهو. نقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس قوي، وهجيب معلقه بقى وابدا اخد الدقيق والنشا بتوعي لحد ما ادي ايه خليط كده قوامه حلو جدا عشان خاطر انزل فيه الفراخ بتاعتي، صدور الفراخ. هناخد كده 3 معالق من النشا، بسم الله اهو، وهنشوف برضو لو احتاجنا هنحط تاني احنا لحد ما يبقى ايه معانا خليط حلو كده يمسك في الفراخ بتاعتنا. ونحط 3 معالق من الدقيق اهو، ونخلط مع بعض، بسم الله اهو. نفضل نضرب عشان خاطر ما يبقاش فيه كلكعة خالص، والخليط بتاعي ده يبقى ناعم جدا. ولو انت عندك خلاط يا ريت تحطي كل الكلام ده فيه، او مضرب يدوي او هاند بلندر، المضرب اللي هو الكهرباء اليدوي ده العادي بتاعنا، وتضربي الحاجات دي كلها مع بعض، هيبقوا حلوين جدا.